هتوحى واخده في وشك وراح على فين؟ مش عارف. مالك هتوحى؟ مخنوقه قوي يا سيد. طب رزمني كده وايدي وتعالي معايا. لو النبي سيبني انا همشي. هتتجهي على فين وانت بالحاله دي؟ الف شويه وارجع على طول. هلف معاكي رجلي على رجلي. تعالي بس تعالي. سيادتك طالبه حمص؟ تصدق شكلي كده. مفيش اي حاجه تانيه ناقصه في الاوضه؟ بس بقى يا بابلو. ايوه كده فرفشي بقى. فاكره مين كان بيجيبنا هنا؟ فاكره ابويا الله يرحمه. وحشني قوي يا سعيد. الف رحمه ونور عليه. كان راجل بجد وكل يشهد له بكده. وانا جيت بوظت له كل حاجه. ايه الهبل اللي بتقوليه ده؟ النهارده الاثنين حسسوني ان كل اللي عملته بترمي في الزباله ولا كانه حصل. ما تسوداش على نفسك قوي يا توح. عمري ما كنت اتخيل سودها يا سعيد. تخيل بعد كل التعب والشقة ده تحس ان كل حاجه بتترمي في الارض. يبقى تشوفي نفسك بقى. تتجوزني يا سعيد؟ اللي انت بتقوليه ده يا توح. اقول لك تتجوزني؟ سكت ليه؟ يلا يا توح نروح. هو ده رده؟ عايزاني اقول لك ايه طيب؟ تقول انك راهبني؟ زي ما انت محسسني في الرايحه والجايه ولا نسيت؟ ما نسيتش ولا حاجه بس ما تجيش خبط كده يا بنت الناس. يعني انت كده بترخصي نفسك وبترخصيني معاكي. يلا نروح. ملوش لزوم. ريح نفسك. انا عارفه طريق كويس.